السلام عليكم أحبائي، اليوم راح نراويكم بعض اللقطات الجميلة للبردي وهذا القصب، يذكرنا بالأهوار بالعراق، أهوار الناصرية، أهوار العمارة وجميع أهوار العراق. الحقيقة هو دائما يذكرنا الأخ أحمد صالح، نبعث له تحياتنا من هذا المكان. أفلامه كلش جميلة وكانت يعني متنفس إنه طبعا، وكان العدالة بيها كلش، كل أفلامه، كل أنواع أفلام العدالة. طبعا هو ظهر، خلينا نسولف شوية عن أحمد، يعني يستاهل أحمد صالح، ذا الشاب اللي أظهر جمالية الأهوار وجمالية العراق، وإلى الفضل الكبير هاي النتائج اللي تحصل بالنسبة للأهوار. وظهر لنا طيبة العراق من خلال روحه الطيبة وطبيعته، وكان يعرض الأفلام على طبيعته، يعني لا تصنع ولا كذا. فأنا من المتابعين وأتمنى يعني يدعموه الإعلام وكل المسؤولين المعنيين يدعموه الأخ أحمد صالح، لأن قدم متبرعا، يعني هو لا دعم جهة ولا دعم مؤسسة لإظهار العراق وجمالية الأهوار وجمالية العراق من آثارها وغيرها. فنرجع للأهوار يعني، ونرجع للقصب البردي. هذا القصب البردي هنا مني صوته يعني جمالية بي، ويشابه مثل يعني أكثر تقريبا مثل البردي بالعراق. فراح نراويكم إن شاء الله وياي.